ودي أظنها حاجة مهمة جدا، وهي مسألة العفو الرئاسي عن، مش هقول لكم بقى السياسي زياد العليمي، لكن الصديق والرفيق زياد العليمي. باعتبارنا أصدقاء ورفاق، فأنا واحد من الناس اللي ما أقدرش أقول أنا قد إيه فرحان بهذا العفو، قد إيه سعيد بهذا العفو، ودي حاجة مهمة جدا، قد إيه مبسوط إنه زياد يرجع البيت، قد إيه شايف إنه مفيش حاجة اسمها أن هناك فلان الفلاني الدولة لا تحبه، علان العلاني الدولة غاضبة عليه. الدولة لا تحب ولا تكره، الدولة لا تضع قوائما للغضب. بالمناسبة عشان بس نبقى متفقين، فزياد يعني حصل على هذا العفو الرئاسي، ألف مبروك يا زياد، ألف مبروك يا رفيق، ألف مبروك يا صديق. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ما نسمعش عن زياد ولا عن أي حد أي خبر سيء آخر. وأنا أظن إن إحنا بكده بنتكلم أكتر بشكل أكتر إيجابية على المزيد والمزيد من المضي قدما في طريق حول مسألة المزيد من الانفتاح، المزيد من العفو، المزيد من الحريات، المزيد من حرية المناقشة والتعبير، وحق الاختلاف طول الوقت مرحب بيه طالما احنا بنختلف مش داخلين خناقة. عايز استأذنكم كمان تشوفوا جانب من ردود افعال لسياسيين ورؤساء احزاب حول مدى امتنانهم وفرحتهم ايضا بخروج زياد العليمي. خبر بيدي رسالة للعالم كله، ها هو السيد رئيس الجمهورية كما وعد يوفي بوعوده دائما، كما عودنا على أنه يفي بوعوده. وأنا يعني بهذه المناسبة يعني أحب أن أذف إلى الشعب المصري كله صدور قرار رئيس الجمهورية اليوم رقم 510 سنة 2022 بصدور قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن المحامي زياد العليمي الذي كان محبوسا صادر ضد حكم لمدة 5 سنوات. في الحقيقة مش بس بنشكر الرئيس السيد رئيس الجمهورية فقط، ولكن احنا بنقول ان 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 هذا القرار هو رسالة، لان كان في مراهنات كتيرة على ان حد زي زياد تحديدا من المغضوب عليهم واللي مش هيخرجوا. لا يوجد لدينا احد مغضوب عليه، الدولة ليست في صقر شخصي ولا خصومة شخصية مع اي من ابنائها، كما وعد السيد الرئيس منذ اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 26 ابريل الماضي ان كل من لم تتلوث يده بدماء سيستفيد من العفو الرئاسي. واعتقد احنا شفنا مئات من قرارات العفو اللي صدرت خلال الست شهور الماضية، وها هو قرار اليوم رسالة الى كل المشككين في جدية العفو الرئاسي وفي جدية مقولة ان مصر وطن يتسع للجميع. مصر فعلا تتسع للجميع، تتسع للمعارضين وانا احدهم قبل المؤيدين، فدعونا نمارس اختلافنا السياسي على أرضية من حب الوطن ورغبة في تقدم هذا الوطن واستقراره بإذن الله. يعني هذا القرار نرحب به جدا وانتظرناه كثيرا، هذا القرار انتظرناه كثيرا، ونحن كأحزاب الحركة المدنية يمكن في أول بيان طلعناه عشان نشارك في الحوار الوطني في 8 مايو كنا حاطين الإفراج عن سجناء الرأي عشان ننقي الأجواء قبل الحوار الوطني. استجابوا في الإفراج عن عدد حوالي 800 شخص حتى الآن، ونأمل في مزيد من الإفراجات. وطبعا يأتي قرار السيد الرئيس اليوم بالعفو تتويجا لهذه القرارات، ونحن نتوجه له بالشكر في هذا الأمر. طبعا مهم جدا أنه الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا سياسية. كمان نأمل في القادم إن شاء الله يكون في قانون للحبس الاحتياطي. لا يمكن أن يكون الحبس الاحتياطي عقوبة، ولا يمكن الحبس الاحتياطي يستمر لأكثر من سنتين. يعني نأمل أنه في القادم إن شاء الله يخرج هذا القانون، وإحنا يمكن مقدمين في حزب المحافظين مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية على باب الحبس الاحتياطي فيما يسمى قاضي الحريات. قاضي الحريات أن الذي يأخذ قرار الحبس الاحتياطي هو قاضي وليست النيابة العامة. ده قانون إحنا مقترحينه، وإن شاء الله نأمل أنه هو يناقش في البرلمان في الفترة القادمة. لكن طبعا العفو عن زياد النهاردة ده شيء أسعدنا جدا كأحزاب حركة مدنية، وأعتقد أسعد كثير من الشعب المصري، ونأمل في مزيد من الإفراجات إن شاء الله. العفو عن زياد العليمي ده استكمالا لوعد الرئيس. هو الرئيس قال إيه أصلا؟ يعني رئيس من الدعوة للحوار الوطني في شهر رمضان
في الافطار الاسره المصريه في رمضان، وعد وقال ان هو هيفعل لجنه العفو الرئاسي، عايز يبقى في حوار وطني، عايز الناس تتفق على اولويات الحوار الوطني، عايز ان يبقى في حركه يعني الناس تبتدي تقول رايها وتطلع بمخرجات من الحوار الوطني ده عشان تتعرض عليه علشان يبتدي تنفيذها، وعايز يبقى عشان نبني الجمهوريه الجديده عايز نظام جديد. النهارده العفو عن زياد العليمي ده استكمالا للعفو عن ألف واحد فيما سبق، يعني زاد، يعني احنا وصلنا لألف واحد تم، سواء من الرئيس او سواء من النيابه، كل الرئيس وعد قال لك كل من اللي هيتحبس اللي كان المحبوس في قضايا راي الرئيس قال لك هيخرج. فالنهارده ده استكمال، النهارده افراج عن زياد العليمي ده استكمالا لوعد الرئيس وصدق الرئيس في ان هو عايز حياه سياسيه جديده، عايز جمهوريه جديده، يعني استكمالا لصدق وجديه الحوار الوطني اللي بدعوا ليه الرئيس. فطبعا ولسه في ناس تانية هتطلع، بس طبعا كله تباعا، كله بنظام امني وبنظام اداري هم عاملينه طبقا لجنه العفو الرئاسي. فطبعا ده استكمالا، يعني واحنا الرئيس، عايز اقول لك الرئيس عمل يعني فتح البلد على سياسيين اقتصاديين، يعني النهارده حضرتك النهارده في مؤتمر اقتصادي، يعني برضو الرئيس دعا لمؤتمر اقتصادي علشان يعمل خريطة اقتصادية ويطلع بقواعد وقوانين قابلة للتنفيذ لحل الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها. فالرئيس دلوقتي توجه للشعب وتوجه للناس سياسيا من ناحية واقتصاديا من ناحية تانية. هذه القرارات التي أصدرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي شهادات ميلاد جديدة لهؤلاء، ليبرهنوا على أنهم قوة دافعة للوطن، قوة داعمة للوطن، قوة داعمة للوحدة، تقضي على الشقاق، تقضي على الفوضى، تجعل مصر تستقبل مستقبل جديد. نحتاج إلى الوحدة في ظل الحرب الاقتصادية العالمية التي أعلنت على كل دول العالم، مش مصر بس، احنا في حرب اقتصادية عالمية، لازم الشعب يعرف كده، لازم نتكاتف جميعا. وفي ظل الحروب تظهر معادن الرجال، وتظهر ويظهر معدن الشعب المصري الحقيقي الذي يقف صفا واحدا خلف قيادته السياسية في كل النواحي، لأننا بالفعل نحتاج إلى الجهود من الجميع. أنا بعتبر يعني تشكيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيعة عدد أعضائها بإضافة المحامي طارق العوضي ومراد كمال أبو عيد إليها، ثم أن الرئيس يضيف لها صلاحيات أخرى جديدة أن هي تبحث ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضايا الرأي والنشر والتعبير، ده أهم متغير في عام 2022، وأهم متغير وأهم مواكب دعوة رئيس الحوار الوطني. الرئيس النهارده فاجئ الجميع انه استجاب لمطلب الاحزاب السياسيه، وانا كنت طلبت به، وايضا مطلب المشاركين في الحوار الوطني من الافراج عن زياد العليمي. الشاب زياد العليمي اتفقت معاه او اختلفت معاه، ولكن في النهايه هو يعني كان له دور في يناير 2011، وكان يعني حكم عليه بتهم في تتعلق بالراي والنشر والتعبير. والرئيس النهارده استخدم صلاحياته الدستوريه بالافراج عنه في 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 خطوه يعني واكبت انعقاد المؤتمر الاقتصادي، وكان الرئيس بيقول احنا بيؤكد ميلاد جديد لحياتنا الحزبيه والسياسيه والبرلمانيه، وايضا ممكن تقولي مع تقديم رؤية جديدة لاقتصادنا من خلال شعار هذا المؤتمر، خارطة جديدة لاقتصاد أكثر تنافسية.